ليه التقرير اللي دايما بيعمل مشاكل تقرير محمد سماحه. انا يا جماعه ما بعرفش اسيطر على محمد سماحه. محمد سماحه النهارده عامل تقرير عن صوره الشباب او فتى احلام الشباب في السينما المصريه، وهذا التقرير وكالعاده على عهده محمد سماحه. الشباب هم عماد الوطن، أمل المستقبل، خير الصوارف، نشيد الفتى، ودمع الفتى، طريق الحياة، الحلم القادم، محمد صلاح أنت محظوظ، والغد المشرق. طب عمو حمادة عنده بطة بتعمل كده أهو. يا رب سامحني على اللي بقوله ده، انا عارف ان مش وقت الكلام الغريب ده خالص. عماد مين ومستقبل فين؟ احنا فاضيين للكلام ده. افتح يا ابني افتح. مين اللي قال ان روشنة الشباب ما كانتش موجودة زمان؟ بالعكس، بالظبط، كل زمان كان ليه شباب وكان ليه تقاليعه، وممكن تاخد بالك من شكل الشباب في الافلام واختلافهم لغاية ما وصلوا لكده. طب اقول ايه يعني؟ أول روش في السينما المصرية كان أنور وجدي، اللي اشتهر بشعره الغريب اللي كان بيبقى واقف وسليم طول الفيلم وفجأة يشتغل لوحده. لدرجة إن في الفيلم بتاع قطقوطة قطقوطة أنا حسيت إن هو ما كانش بيمثل لوحده، ده شعره كان بينادي على البنت معاه لما كانت هتتحرق. الروش التاني كان عماد حمدي، صاحب أشهر نينة في السينما المصرية، اللي كان ممكن يكررها أكتر من 23 مرة في مشهدين بس. أيوة يا نينة، ما نخليها في الفرندة أحسن يا نينة. نعم يا نينة. ساكت إزاي يا نينة؟ نينة كلام إيه ده اللي بتقول يا نينة؟ عملت إيه إلهام يا نينة؟ ما تعيطيش يا نينة. نينة ليه زعلت يا نينة لما إلهام طلبت صنف مخصوص عشان الضيف؟ بس يا نينة بس. ميرسي يا نينة. ده انت عدوى بقى. بس الراجل ده كان سابق عصره بجد، اكتشف موضة شعر عرفنا قيمتها بعد كذا سنة. اصله كان بيحب يفرق شعره من النص، وكان عليه فرق سبحان الله ما يفرقش كتير عن تفريعة قناة السويس الجديدة. والله برنس، ربيتي يا نينا. مين داخل القلب؟ مين الحب؟ فترة السبعينات هي دي كانت فترة عز الشباب فعلا، وتشوفها بجد في فيلم زي في الصيف لازم نحب، سوالف افري وير، هدوم رجالي غريبة، شرطات ما تعرفلهاش دي مايوهات ولا الفانيلات الملونة من تحت الهدوم بتاعت أستاذ سمير صبري، وشلاليت مدام ماجدة الخطيب. دلوقتي الشباب في الافلام والحقيقه بقت حاجه تانية خالص. في الشاب المتفائل، يلا جاي مسول، في الشاب الفورمه، كبر لي البايسب والترايسب، في الشاب العبقري الذكي يعني مين، وفي الشاب المشلول. انا كنت زمان فاكر بعدنا مش بالساهل، اتريني كنت زمان جاهل. في ايه يا عم؟ يا لهوي الايباد. عموما لو ما لقيتوش المواصفات دي كلها في الشباب حواليكم، في الشاب خالد محمد سماحه كلام تاني. وارجع تاني واقول لك، طب عمو حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. بصوا بس عشان التقرير ده ممكن يعمل مشاكل، هذا التقرير تقرير ساخر، ويعني حاجة خفيفة كده بنحاول نختم بيها الأسبوع من وجهة نظر زي ما قلت لكم سماحة. لكن يا جماعة خدوا الحاجات بشكل لطيف، مش لازم ألاقي ناس بعتالي بقى بتفلسفها وتعملها موضوع كبير. لا، هاي مش موضوع كبير خالص، ده مجرد تقرير لطيف، اعتبروه لطيف، اتفرجوا عليه على إنه تقرير لطيف.